القنوت في صلاة الفجر ليس بالسنة، وكذلك ليس بالسنة في بقية الصلوات الخمس، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقنت في صلاة الفجر كل يوم، ولا في صلاة فريضة أخرى، وإنما قنت صلى الله عليه وسلم لعارض في الصلوات الخمس ثم تركه. ولكن لو كان الإمام يقنت في صلاة الفجر تقليدا لقول بعض أهل العلم، فإنه لا حرج أن يأتم الإنسان به ويتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك تأليفا للقلوب وابتعادا عن الفرقة والنزاع. نعم.